تصوير بالموبايلات بالأفراح أو بالأتراح؟ بالأفراح أو بالأتراح صراحة تصوير بالموبايلات موجود كثير بالأفراح أو بالأتراح. بالأتراح أنا بحكي إنه مش ضروري نهائيا، يعني شاب إنه بيجي يصور هو زي أتراح حلو، فإنه أهل العزة مش شيء محبوب راح يكون لهم إنه أنت جاي تعزي وبتصور للناس إنه هذا الإشي شيء مرفوض نهائيا. بالأفراح ممكن إنه يكون مقبول عند الذكور، أما عند الإناث بشكل نهائي مش مطلوب او مش مذكور، لانه بتكون فضايح اكثر من ما هي مشاركه فرحه او مشاركه بهجه لناس. والله هي ظاهره حاليا منتشره كثير، لكن في نفس الوقت يعني نعتبرها توثيق للحظه، يعني في ناس تصور توثيق للحظه، في ناس تصور زي احنا مثلا مغتربين نصور يعني تكون الظاهره هذه يعني الاهل كيف ايش نسوي ايش نفعل، فهي توثيق للحظه. وفي بعض الناس يعني كمان تنزعج من يعني ننسى الاصحاب ننسى اللمه، فس قاعدين على الجوالات نصور. يعني هذه تعدي على حقوق خصوصيات الاخرين بدون اذن رسمي. يعني حتى لو انا فرحان اوكي وانت صديقي جاي تشاركني بفرحي، لا يعقل انك انت بدون استئذان تصور. هي يعني عادي لها جهتين، مساوئها ولها ايجابياتها. مساوئها اكثر، مرات مثلا بيكون حدا انت مو ماخذ اذنه حتى تتصور اصلا، والشغله الثانيه يمكن انه ما بيكون اصلا بده يتصور، فهي بتظهر عنها عادات سيئه، فانه مو منيحه لها عاداتها السلبيه اكثر من الايجابيه. هلا للاسف موضوع التصوير ما عاد يضبطه لا قوانين، خصوصا هلا في انتشار السوشيال ميديا، فبتلاحظ كثير في الافراح في الاتراح، وخصوصا هلا ظاهره جديده طلعت جديد اللي شفناها بجده، قاعد الناس بتصور جوا المشرحه، فلا عاد احترام لخصوصيه الناس، لا هم احياء ولا هم اموات. انتهاك للخصوصيه. طيب بدل ما تصور تروح سوي اشياء ثانيه اهم، صار حادث قدامك لا تصور، روح واطلب مثلا اسعاف. والله لاحظنا من خلال المواقع التواصل الاجتماعي بالفتره الاخيره الخصوصيات التصوير في العزاء وفي الأعراس، يعني أتوقع ما بيصير هالشيء، هذا لا يجوز. يعني كل شخص في عنده حرمة بيت وفي خصوصية لكل منزل، ما بيصير ما بيجوز هالشيء هذا. هلا كل شيء بالحياة يعني له إيجابيات وسلبيات، بس لما الواحد يستخدم الإشي يعني بطريقة زيادة عن اللزوم حيضر الناس وحيضر حاله. فأنا برأيي التصوير إشي حلو بس مش بكل الأوقات ومش بكل المناسبات، فالواحد لازم يختار المكان المناسب إنه يصور فيه، ويعني خاصة إنه انتشرت كتير التطبيقات اللي إنه لازم تصور كل شيء بالحياة زي سناب شات وهيك، فمش كل شيء بنعرض على وسائل التواصل الاجتماعي وهيك. يعني ناس ما بيكون بدهم يطلعوا على أي مكان على صورة سناب شات سواء أو فيسبوك أو تلفزيون مثلا ويطلعوا